حديث الدعاء اللهم إنه لا يصلح معي القليل. لا مش ليس لا. القليل فهب لي من لدنك مالا وميتا. ليس هذا عن رسول الله، إنما هذا شيء ينقل عن سعد بن عبادة وليحرر سنده، لأن سعد بن عبادة كان رجلا كريما، فيروى عنه ولم أحقق السند أنه كان يقول اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني القليل، فكان يسأل الله سعة من الرزق، يسأل الله سعة من الرزق. ليس الحديث عن رسول الله، إنما الحديث حديث أو أثر لسعد بن عبادة، وأحتاج إلى مراجعة سنده كذلك، والله أعلم. ويروى بلفظ آخر لهم أنك تعلم أنه لا يصلحني الفقر ولا أصلح للفقر، فالله أعلم.